هو محتاج مني and improved efficiency of construction. الافشنسي لما هتتطور يبقى انا هكسب كمان، يبقى الاستشاري هيحقق اللي هو عايزه. الفيندور كل الناس الموجودين، يبقى الكفاءه بتاعه الكونستراكشن اندستري نفسها بتزيد. ده تعريف الاستهلاك كونستراكشن انستيتيوت. في عندنا كمان تعريف تاني، خلينا نجيب الثلاثه. الكونستراكتنج اكسلنس، الكونستراكتنج اكسلنس دي منظمه انجليزيه برضه غير هدفها للربح، ودي موجوده هنا تحت اشغال، اشغال متعاقده معاها مش فاكر كام سنه، بنحاول يطبقوا اللين ويدخلوه في المشاريع. بتعرفوا هو مانجنج اند امبروفنج ذا كونستراكشن بروسيس. اول حاجه هنا تو بروفيتابيلتي، لانه هو عايز يضمن ان المقاول برضه يكسب، لانه لما هيكسب ويحقق المضاد بتاعه هيدي ساتسفاكشن للكاستمر نيدز. ادي ببساطه اللي قالتهم كونستراكتنج اكسلنس. اللين كونستراكشن برضه في تعريفات ثانيه، انا بس حبيت اجيب كذا تعريف، لان احنا هداك سلاح هو فاليو، هي بروسيس عشان نحقق نعلي الفاليو ونكسب حاجه. ذاتيه ترم لين كونستراكشن از ان ادابتيشن اوف لين برودكشن ابلايد تو ذا كونستراكشن اندستري. يبقى احنا برضه نفس سينكينج خدناه، او السينكينج او خدنا اللين سينكينج من مانيفاكتشر وبنحاول نعمل له اديشن عنده. Very broadly it can be characterized as techniques aimed at maximizing value and ودول هما اللي حققوا الافشنسي احنا قلنا عليها في التعريف اللي فات، وفي نفس الوقت هيعلمنا البروفيت والكاستمر نيد نفسه. الفاليو بتتحقق اكتر للكاستمر نيد. في شرح اكتر هنا شويه لان لين كونستراكشن از سيت برنسبلز اند تولز. هو برنسبل وطبقها بشويه تولز. البرنسبلز هم خمسه برنسبلز هنعرفهم.